أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في الملعب. الأرسنال ينتزع المركز الثاني بجدارة من المان سيتي، وتشيلسي يذوق طعم الانتصار من جديد. معركة جوزيف بلاتير وميشيل بلاتيني مع القضاء تتواصل مع اتهامات جديدة بالفساد. 2015 عام رياضي ينتهي بأكبر الفضائح في ألعاب القوى. في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال ليستر سيتي يتصدر الدوري قبل نهاية العام، فيما حددت مباراة الأرسنال أمام مان سيتي المركز الثاني. تواصل الحماس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فالأندية الصغيرة تتطاول على الأندية الكبيرة. متصدر الدوري ليستر سيتي ينتصر على أيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أرسنال يشدد الملاحقة ويلحق هزيمة مرة بمانشستر سيتي صاحب المرتبة الثالثة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. انتصار المدفعجية اعتبره البعض إشارة إلى أن المدرب أرسن فينجر يريد إنهاء مسيرته بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. وتشيلسي يعود إلى درب الفوز بعد طرد مدربه السابق جوزيه مورينو، فينتصر على سندرلاند بنتيجة هدفين لهدف. وعلى ملعب أولد ترافور انهزم مانشستر يونايتد من فريق نوريتش أمام جمهوره بهدفين لهدف. حتى لو حصلنا على المركز الثاني فذلك ممتاز. أعتقد أن الدوري أصبح أكثر إثارة، وليستر مثال رائع، وكريستال بالاس أيضا، وحتى نحن هنا في ويست هام أفضل بكثير من السابق. وأعتقد أن توزيع أموال حقوق البث بين الأندية قلص فارق الإمكانيات بينها. مان سيتي يعاني من التذبذب، وكنت أتمنى الفوز. الأندية التي اعتدنا على تصدرها ليست في القمة، وهذا من مصلحة توتنهام. النتائج تكمل بعضها البعض، وليستر في القمة بسبب نتائج الآخرين أيضا. في الدوري الهولندي أجاكس أمستردام في الصدارة وبي اس في إيندوفن في المركز الثاني، ونتيجة غير متوقعة لفينورد تطيح به في المركز الثالث. في مباراة وصفت بالأجمل في الدوري الهولندي لكرة القدم منذ انطلاقه هذا الموسم، تمكن فريق بي اس في إيندوفن من تحقيق انتصار صعب على ضيفه بي اي سيز فولا. زملاء لوك ديونغ دخلوا المباراة بقوة، وسجل اللاعب غاستون بيريرا لوبيز هدف الافتتاح في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر بتصويبة أرضية غلطت حارس زفولا كيفين بيغويس. ومع مطلع الدقيقة 38 تحصل فريق زفولا على ضربة جزاء حولها المدافع برام فان بولين إلى هدف، وبعدها بأربع دقائق تمكن المهاجم لارس فيلدويك من تعديل النتيجة للضيوف. وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تمكن النجم بي اس في إيندهوفن لوك ديونغ من تسجيل هدف الفوز، وبهذا الانتصار رفع إيندهوفن رصيده إلى 38 نقطة. في مباراة خالفت كل التوقعات انتصر فريق نيميجين على فاينورد، أحد الأندية المرشحة للفوز باللقب هذا الموسم. فاينورد بادر بالتسجيل عن طريق نجم منتخب هولندا الشاب توني فلاهينا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول. وفي الشوط الثاني انهار فريق فاينورد وقبل ثلاثة أهداف سجل أولاها جانيو سيلفا في الدقيقة 60. وبعدها بخمس دقائق أضاف اللاعب أنتوني ليمونبوبي الهدف الثاني لفريق نيميجين. و
وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل كريستين سانتوس الهدف الثالث لفريقه والقاتل بالنسبة لفاينورد، وبهذه الهزيمة تدحرج فاينورد إلى المرتبة الثالثة برصيد 36 نقطة. في الدوري البرتغالي لكرة القدم انتزع فريق بورتو الصدارة من سبورتينغ لشبونة بعد تلقينه درسا كرويا لفريق أكاديميكا. الدوري البرتغالي لكرة القدم، سبورتينغ لشبونة ينهزم وبورتو يتصدر الدوري. في مباراة شعارها الانتصار من أجل إسعاد الأنصار، فاز بورتو على فريق أكاديميكا. ومنذ البداية دخل عميد الأندية البرتغالية بعزيمة فولاذية، وافتتح النتيجة في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب دانييلو باريرا. وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب فانسان أبو بكر من تسجيل الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 53 من المباراة برأسية استقرت على يمين حارس الضيوف. وواصل بورتو عروضه الجيدة والمثيرة وسجل الهدف الثالث عن طريق المكسيكي هيكتور هيريرا في الدقيقة 72 عندما حول الكرة بكعبه في شباك الحارس بيدرو تريغريرا. فريق أكاديميكا لم يرمي المنديل وتمكن من تسجيل هدف الشرف في شباك الحارس الإسباني كاسياس عن طريق اللاعب روي بيدرو في الدقيقة 84. وبعد فوزه بالنقاط الثلاث اعتلى بورتو قمة الدوري البرتغالي ب 36 نقطة متقدما على سبورتينغ لشبونة بنقطة واحدة. سبورتينغ لشبونة المتصدر السابق والذي لم ينهزم في الدوري منذ انطلاق هذا الموسم تعثر وانقاد إلى هزيمة مفاجئة من فريق يونايو ماديرا. الشوط الأول عرف هجمات متتالية من فريق سبورتينغ لشبونة ولكن مهاجميه تفننوا في إضاعة الفرص وعجزوا عن هز شباك حارس ماديرا أندري موريرا الذي كان نجم اللقاء بدون منازع. الشوط الثاني عرف سيناريو لم يكن متوقعاً حيث تمكن يونايو ماديرا من التقدم في اللقاء عن طريق اللاعب دانييلو دياز في الدقيقة 69. وبعد تقدم أصحاب الأرض حاول لاعب لشبونة التعديل ولكن الحارس بيريرا عرف كيف يحافظ على عرينه خاصة عندما تصدى لكرة المهاجم الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة الأخيرة من المباراة. في بلجيكا غانت يحتفظ بالصدارة وينهي العام بفوز عريض أمام كورتينكا بثلاثة أهداف لصفر في حين حقق أوستندي نتيجة قوية أمام ستاندرد لياج بفوزه بأربعة أهداف لواحد. أندرلخت يلقن كلوب بروش درسا قاسيا وأوستند ينتصر على ستاندرد لياج وجينيك يعود إلى الانتصار بعد تعادلين. دخل فريق أندرلخت اللقاء بقوة ومنذ الدقيقة الخامسة تمكن من هز شباك كلوب بروش عن طريق المهاجم ستيفانو أوكوكا تشوكا. ولم يكتف الضيوف بهدف واحد خلال الشوط الأول حيث سجل صانع ألعاب الفريق متوسط الميدان الهجومي دينيس برايت الهدف الثاني في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني تمكن لاعب كلوب بروش ستيفانو دينسويل من التهديف في الدقيقة 58. وعندما كان أصحاب الأرض يبحثون عن التعادل ارتكب المدافع توماس مونيير خطأ فادحا بعد عرقلته لماتياس سواريز كلف فريقه ضربة جزاء سجل منها سواريز الهدف الثالث لفريق أندرلخت. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمكن صانع ألعاب أندرلخت دينيس برايت من تسجيل الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة. وفي ختام هذه الجولة تقاسم الفريقان المرتبة الثالثة ب 37 نقطة.
وعلى ملعبه حقق فريق أوستيند المطلوب وانتصر على ستاندر لياج. ومنذ الدقيقة الثالثة تمكن المخضرم بارير فرانك من تسجيل هدف الافتتاح إثر مباغتته لحارس الضيوف هيبرت جيوم. الرد على هدف أصحاب الأرض جاء من متوسط الميدان السلوفيني مارتن ميليتش في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول. وسجل أوستيند هدف التقدم الجديد في الدقيقة 30 عن طريق نولاج موزونا. وفي الشوط الثاني حاول الضيوف تعديل النتيجة وكاد ميليتش أن يدرك التعادل ولكن كرته مرت بجانب المرمى. وبعدها بأربع دقائق تمكن نولاج من تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه في اللقاء. وزادت متاعب الضيوف بعد طرد حكم المباراة اللاعب ماتيو دوسيفي في الدقيقة 61. وفي الدقيقة 65 تمكن البرازيلي فرناندو موتاس من القضاء على حلم ستاندر لياج بتسجيله الهدف الرابع لأوستين. وبهذه النتيجة صعد أوستيند إلى وصافة الدوري بثمانية وثلاثين نقطة. جدد فريق جينيك العهد مع الانتصار بتغلبه على فريق سانت ترويدن، وانتظر جينيك حتى الدقيقة 37 من المباراة ليفتتح النتيجة عن طريق مهاجمه الجامايكي ليون بايلي. ومع بداية الشوط الثاني احتدم التنافس بين الفريقين وحصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء حولها نيسكنز كيبانو إلى هدف في الدقيقة 70. وقبل نهاية المواجهة بسبع دقائق سجل سيباستيان ديواست الهدف الثالث برأسية استقرت في شباك دي وينتر. وبهذا الفوز ارتفع رصيد جينيك إلى 28 نقطة.